الرئيس السيسي يصل نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. البنتاغون يعلن موافقة ترامب على إرسال قوات إضافية بمهام دفاعية إلى السعودية. وملايين المحتجين بعدة دول يطالبون بالتحرك لمواجهة تغيير المناخ. السابعة صباحا الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 74 والتي تبدأ أعمالها الثلاثاء المقبل. وكان في استقبال الرئيس عند مقر إقامته في نيويورك حشد كبير من الجالية المصرية في رسالة دعم وتأييد. ومن المقرر أن يلقي الرئيس كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء المقبل، كما يلتقي عددا من زعماء دول العالم على هامش اجتماعات الجمعية العامة. قررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في تونس تمكين المرشح نبيل القروي من المشاركة بالمناظرات التلفزيونية، وذلك للدور الثاني من انتخابات الرئاسة. جاء ذلك ردا على طلب من قبل التلفزيون الرسمي التونسي عملا بمبدأ تكافؤ الفرص بين القروي ومنافسه قيس سعيد. بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الوضع في الخليج والتطورات في سوريا. وأوضحت الخارجية الروسية أن الجانبين بحثا القضايا الرئيسية على جدول أعمال الجمعية العامة، واتفقا على عدم إمكانية حل الأزمة السورية بالوسائل العسكرية وضرورة حل الصراع من خلال العملية السياسية والتي يقودها السوريون برعاية الأمم المتحدة. قال وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر إن الولايات المتحدة ستقدم دعما إضافيا لحماية المنشآت النفطية في الخليج. ووصف أسبر خلال مؤتمر صحفي بالبنتاغون الهجوم على منشآت أرامكو السعودية بأنها تصعيد درامي للعدوان الإيراني، ومشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على إرسال قوات ذات طبيعة دفاعية إلى السعودية. طالب نحو 2000 من موظفي الأمم المتحدة زعماء العالم بخفض الانبعاثات الكربونية تزامنا مع احتجاجات عالمية شارك فيها الماليين حول العالم ضد تغيير المناخ. وجاء في الرسالة التي وقع عليها موظفو الأمم المتحدة مطالبات لزعماء العالم الذين سيجتمعون الأسبوع الجاري باتخاذ خطوات جريئة لمعالجة الوضع الطارئ للمناخ. انتهى الموجز الإخباري. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.